ل 1439 2018 الملعونون في الكتاب والسنة، والقصد هو أن يتجنب الناس حينما يسمعون هذه الأعمال التي تستوجب اللعنة أن يبتعد عنها، فاللعن والطرد من رحمة الله. اليوم مع واحد مجموعة إن شاء الله تعالى أخرى، واحد ذنب آخر. مر ابن عمر رضي الله عنه على رجل على دابة حمار، مش هدرك إن شاء الله، والحمار واسمه ده واسمه ده لله نخصوه بزاف تدمر. وسم الحمار وزيد السيد واسمه زيد ما عنده قلب، يزيد واسمه يزيد ينغزوته. فغضب ابن عمر فقال: لعن رسول الله من فعل بهذه الدابة هذا، لعنه رسول الله. الله أكبر. القسوة على البهيمة، على البهائم العجماوات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل إلى حائط للأنصار هرع أحد الجمال نحو رسول الله، وذاك الصحابي يقول له: احذر يا رسول الله. قال له: ما تخافش علي أنا. قال له: راه جاهل. قال له: خليك أنت تما. فلما وصل جلس بين يدي رسول الله كأنه يبكي ويشكو إلى رسول الله، فسمع النبي ثم رفع رأسه وقال: لمن هذا الجمل؟ قالوا: لفلان من الأنصار. قالوا: إنه يشكوك إلي، يشكوك شكايتين: أنك تجيعه ما تشبعوش، وتدئبه وتزيد تكثر عليه الخدمة. الخدمة تخدم عليه وترفد عليه اللي كان، والمكلة ما تمكلوش. ألا تتقوا الله تعالى في هذه العجماوات؟ قال له: حين شكى لك يا رسول هو حر، يشكي لك ويزيد على هو حر. ولذلك قال رسول الله: لعن الله من اتخذ ذي روح غرضا. قال لي: عندها الروح حمار دجاجة. فلقد مر ابن عمر عودك على أناس يتعلمون الرمية فاش بحال دجاجة بحال أرنب بحال اللي عنده الروح. قال لهم: لعن الله من اتخذ ذي روح غرضا. الله لعن ذاك اللي يدير وحده اللي عندها الروح بهيمة يبقى يتيري فيها. هذا تعذيب شديد، هذا تعذيب شديد. والآن كان قضية تحريش بين البهائم. لعن الله من اتخذ ذي روح غرضا. لماذا يفعل هؤلاء بهذه البهيمة هكذا؟ علاش؟ علاش؟ أولا هذو الدين ما عندهمش، اللي عنده الدين ما يديرش هالشي. الثاني حتى لو ما عندكش الدين راك إنسان، خصك يكون عندك الرحمة، خصك يكون عندك الشعور الإنساني بما يشعر المخلوق. هذو ما عندهمش الرحمة. أما إلى مسلم ويديرها هذا هو العجب. كاع نقولوا الأخر ما عنده إيمان وما عنده إنسانية، ولكن المسلم خص يكون عنده الدين، يكون عنده الإنسانية. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى وجوب أن نعرف لهذه المخلوقات حقها من الرعاية والرحمة. فلقد دخلت امرأة بغي الجنة في كلب، بغي في كلب، وجدته يكاد يأكل الثرى من شدة العطش، ونزلت إلى البئر وملأت خفاه فسقته حتى شكر الله لها. ودخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ حبستها، ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض. قلب قاسي، قلب قاسي. النبي صلى الله عليه وسلم يتمشى مع أصحابه حمر فوقه، شنو هيك الحمر؟ طير فوقه ايوه. قال لهم: من فجع هذه بفراخها ردوا عليها فراخها.
تعرف تضطر بلي هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تعرف؟ ومر على رجل يحرق قرية من النمل فقال لا يعذب بالنار إلا رب النار. غير تقتل النمل ولا تقتل شي حاجة الأخر، فأحسنوا القتلة وأحسنوا الذبحة، فإن الله كتب الإحسان على كل شيء، فلا ينبغي الإنسان أن يقتل بالحرق. قال له لا، لا يعذب بالنار رب النار، دير شي دواء ولا دير شي، لما تبقى تحرق. قال لا سيدي ما تحرقش، لأن الحريقة هي عذاب الله الذي اختص به، فلا ينبغي الإنسان أن يتحول إلى مثل الرب. إيوة، يتصف بما يتصف به الله في تعذيب الناس. راه اللي يعذب بالنار راه بغى يولي واسم. أعوذ بالله، أعوذ بالله. إن شاء الله تعالى هذا بإذن الله تعالى من الملعونين على لسان الله.